السلام عليكم ومرحبا بك في هذا الفصل الأول من هذه الدورة الخاصة بالتجارة الإلكترونية. بعد مشاهدتك هذا الفصل الأخير سوف تكون قادرا على فهم كل ما يتكلمون عليه في مجال التجارة الإلكترونية إيكوميرس ومجال التسويق على الإنترنت إنترنت ماركتينج. المصطلحات لما تسمعها تظن أن المجال جد معقد، ولكن العكس، المجال جد بسيط، فقط تلزمك هذه المصطلحات التي يقومون باستعمالها مثل CTR, Conversion, Conversion Rate, Ad, Ads, Visitors, Session، دائما ما Landing Page, Sales Page. لما تسمع هذه المصطلحات تقول لا 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 لا، المجال يبدو أنه معقد. لا، المجال جد بسيط، وبعد مشاهدتك هذا الفيديو للأخير سوف تكون قادرا على فهم كل ما يحدث، وسوف تضيف إلى قاموسك مصطلحات جديدة سوف تقوم باستعمالها في المستقبل، وأنت كذلك إن شاء الله. هدفي أن أجعلك مسوق ناجح بإذن الله. في هذا المجال دائما ما سوف تسمع مصطلح فيسبوك آدز، يوتيوب آدز، جوجل آدز. تقول ما هي فيسبوك آدز؟ بسيطة جدا، إنها إعلانات فيسبوك، إنها الإعلانات التي تظهر لك عند تصفحك موقع فيسبوك أو تطبيق فيسبوك، تظهر لك إعلانات، إنها إعلانات فيسبوك وتسمى فيسبوك آدز. آد بالإنجليزية المقصود بها هو إعلان، آدز وهي مجموع إعلان إعلانات، فيسبوك آدز بكل بساطة إعلانات فيسبوك، يوتيوب آدز إعلانات يوتيوب. يوميا أنا شخصيا يوميا تشاهد يوتيوب، تشاهد فيديوهات على يوتيوب تطلع لك إعلانات تسمى إعلانات يوتيوب، شخصيا أقوم بشرائها، شركتي تقوم بشرائها، أنت في المستقبل كذلك سوف تقوم بشراء إعلانات من فيسبوك يوتيوب جوجل. وهذا هو الهدف من هذه الدورة، الهدف هو أن نستعمل هذه الشركات الإعلانية لنعرض إعلانات لمنتجاتنا لنقوم ببيعها، والهدف في الأخير من كل هذا هو الربح. إعلانات فيسبوك فيسبوك آدز، يوتيوب لما تسمع يوتيوب آدز فالمقصود إعلانات يوتيوب، جوجل آدز بكل بساطة إعلانات جوجل، سناب شات آدز إعلانات سناب شات. لا توجد فقط فيسبوك يوتيوب جوجل، هناك الكثير من الشبكات الإعلانية نقوم باستعمالها لشراء إعلانات لمنتجاتنا، نسميها بأدفيرتايزينج نيتوركس، شبكات إعلانية. كل مرة تسمع أدفيرتايزينج نيتوركس المقصود بها هنا هو شبكات إعلانية. دائما الإعلان الذي نشتريه يكون غالبا على هذا الشكل، إما بانر آد يا إما فيديو آد، هناك بوب أب آد، بوش آد، هناك الكثير، ولكن 90% وأكثر على هذا الشكل، يا إما بانر آد وهي لافتة إعلانية. سوف أشارك مثال على فيديو على لافتة إعلانية كيف تكون البانر آد، كيف يكون. تفضل. أنت في الإنترنت تشاهد مئات ولما لا الآلاف البانرات الإعلانية، هذا مثال لبانر إعلاني على الشمال، هذا مثال على بانر إعلاني هنا في الوسط، واحد آخر في الأعلى، بانر آد هنا على اليمين، هذا الموقع إخباري مغربي، سوف نتجه لإعطاء مثال بموقع إخباري مصري، مصري، هذا بانر، هذا بانر، هذا كذلك بانر إعلاني، هنا كذلك بانر إعلاني، هذا على اليمين بانر إعلاني. يوميا أنت تشاهد مئات ولما لا آلاف البانرات وأنت تتصفح الإنترنت. هذا موقع إخباري جزائري، كل المواقع في الإنترنت جلها عليها بانرات إعلانية، وفي هذه الدورة سوف نشتري هذه البانرات، سوف أظهر لك كيف، وتظهر فيها منتجك وتقوم بالإعلان لمنتجك لنقوم ببيعه. وكذلك يوجد إعلان فيديو أو فيديو آد، لما تسمع فيديو آد فالمقصود إعلان على شكل فيديو. الهدف من كل هذه الشبكات الإعلانية نقوم باستعمالها لجلب زوار لمنتجنا ليشاهدوا المنتج، والهدف أن يقوموا بشرائه. الزوار نسميهم visitors، كل مرة تسمع visitors المقصود هنا هم زوار. الهدف من كل هذا أننا نشتري زوار ليأتوا لموقعنا ليشاهدوا المنتج ويقتنعوا به ويقومون بشرائه. هناك مصطلح ثاني مرتبط بزوار وهو visits. فيزيت المقصود هنا هو زيارة. فمثلا في هذه الحالة سوف أعطيك مثال، لدينا 3 زوار، هذا الزائر الثالث قام بزيارة الموقع مرة صباحا ومرة مساء. في هذه الحالة نقول لدينا 3 زوار فيزيتورز، ولدينا 4 زيارات، لدينا 4 زيارات عفوا فيزيت. وفيزيت فيزيت لديها اسم آخر يمكن أن نسميها سيشنز، كما سأشارك معك في أحد الأمثلة فيما بعد.
يعني نفس المصطلح فيزيت او سيشنز. سيشنز هناك مصطلح يرتبط بها او فيزيت سيشنز تايم. سيشن تايم، السيشن تايم المقصود بها هو كم قضى الزائر خلال زيارته للموقع، خلال زيارته للموقع كم قضى من ثانية او دقيقة، يعني يمكن ان نعرف حتى الوقت الذي جلسه الزائر في الموقع. هذه الأداة تسمى أداة جوجل أناليتكس التي توفرها جوجل بالمجان وتقوم بربطها بالمتجر الخاص بك وتعطيك إحصائيات. الإحصائيات هنا تظهر على شكل يوزرز. يوزرز تعني فيزيتورز، نيو يوزرز تعني نيو فيزيتورز، نفس الشيء الذي قمت بشرحه لك. سيشن فهي السيشنز، ممكن أن نسميها كذلك فيزيتس. بيج فيوز يعني عدد الصفحات التي تم مشاهدتها. كما ترى هنا عندنا إحصائيات آخر 7 أيام كانت على الشكل التالي، والفيزيتورز الزوار يقضون بمعدل 8 دقائق و37 ثانية في هذا الموقع الذي هو خاص بنا. سوف نقوم بإظهار آخر 30 يوم. كما ترى في آخر 30 يوم 709,000 فيزيتور، منهم من قاموا بالرجوع حوالي 20% يزورون الموقع للمرة الثانية. نيو يوزرز الذين جاءوا، نيو فيزيتورز ممكن نسميها نيو يوزرز أو نيو فيزيتورز، 660,000. كما ترى يأتون بمعدل زيارتان فاصلة 2 لكل زائر، وهنا حوالي 6.5 مليون 6.5 مليون صفحة قاموا بتصفحها، ويقضون كانوا في المعدل يقضون في الموقع في آخر 30 يوم 8 دقائق و50 ثانية. في هذا المجال، ما دمت معنا في مجال التسويق على شبكة الانترنت، انترنت ماركتينج، نقوم باستعمال الكثير من الصفحات، من أهمها سيلز بيج، لاندينج بيج، سكويز بيج. سوف نمر للشرح الآن. سيلز بيج وهي صفحة المبيعات، وهي الصفحة التي تجدها بها منتج ويقوم بعرض الخصائص التي بالمنتج، والهدف هو عرض الخصائص، والهدف هو أن نجعل الزائر يقوم بإضافة المنتج للسلة، يعني أنه اقتنع به. سيلز بيج تسمى صفحة المبيعات. سيل في هذا المجال، ما دمت معنا دائما سوف تسمع هذا المصطلح سيل. سيل المقصود بها هو مبيعة. سيلز المقصود بها المجموع مبيعات. سيل مبيعة، سيلز مبيعات. لاندينج بيج وهي صفحة الهبوط، ترجمة حرفية، حقيقة لا أحب هذه الترجمة، سوف نسميها صفحة التقديم. في الكثير من الأحيان لو أرسلنا الزائر مباشرة من الشبكة الإعلانية بعد شراء الزائر مثلا من هنا أو من هنا، وقمنا بالدفع لفيسبوك ليرسل لنا زوار، وقمنا بإرسالهم لصفحة المنتج، يمكن أن لا يقتنعوا، أن يدوروا على وجهة نظر وناس آخرين، ماذا يقولون على المنتج. وصراحة لا يمكن وضع مثل هذه المعلومات في 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 صفحة السيلز بيج. ساعتها يقوم الانترنت ماركترز، المسوقون على شبكة الانترنت، باستعمال هذا النوع من الصفحات. لاندينج بيج يقوم بعمل لاندينج بيج كموقع اخباري او كمدونة، ويقوم بالتحدث على المنتج. مثلا يقول لك تجربتي مع المنتج اكس، فبعدها لما يستعرض تجربته يقوم بارسالك للبرودكت بيج. فهذا هو الهدف من استعمال لاندينج بيج، هو تقديم المنتج، مشاركة التجربة. مثلا قمت باستعمال المنتج هذا لتساقط الشعر، وبعد أسبوع حدث كذا، وبعد أسبوعين حدث كذا، وصراحة كان يستحق الثمن الذي دفعته مقابل هذا المنتج. الصفحة من صناعة الماركتر، وسيلز بيج من صناعة الماركتر، يقوم بشراء الزائر ويقوم بإرساله لاندينج بيج، ويقوم بإقناعك أكثر، حيث أن نسبة الناس التي تشتري لما نقوم باستعمال لاندينج بيج تكون أعلى وأكثر، لأن الناس تكون أكثر اقتناعا. وهناك صفحات سكويز بيج وهي صفحة لجمع المعلومات، التسجيل، وسوف أريك مثال. أظن أنك سابقا قمت بالتسجيل في هذه الصفحة maruk.com، فلو كنت لم تقم بالتسجيل فيمكنك التسجيل. هذه الصفحة عبارة عن سكويز بيج، نقوم بجمع معلومات الناس التي تهتم بالتجارة الإلكترونية وأن تقوم ببناء مشروع على الانترنت، لأن حقيقة هذه التجارة لها مستقبل كبير بإذن الله. كما ترى هنا نقوم بالطلب
الاسم والبريد الإلكتروني، وبعد الشخص يضغط على اضغط هنا للتسجيل ويذهب للثانك يو بيج ونقوم بشكره. هذا مثال على سكويز بيج. وهنا في هذا المقال لدينا 30 سكويز بيج. هنا ادخل ايميلك، هنا يطلبون الاسم الشخصي، الاسم العائلي والايميل في هذه الصفحة. هذه كلها أمثلة على سكويز بيج. ستقوم بمشاركة ما الذي سوف تشاركه مع الناس لو أدخلوا معلوماتهم. ولما يدخلوا معلوماتهم، أي شخص قام بإدخال معلوماته فأكيد هو شخص مهتم، ولا يمكن لشخص غير مهتم أن يقوم بإدخال معلوماته. وهذه تسمى سكويز بيج بكل بساطة. سكويز بيج الهدف منها هو جمع المعلومات، التسجيل وجمع أناس مهتمين بما تقدم. سوف نرجع لسيلز بيج، صفحة المبيعات. لماذا نأتي بالزوار إلى هنا؟ لكي يقوم بإضافة المنتج للسلة. السلة هي التي يقوم بإضافة إليها منتجان، ثلاث، كل المنتجات التي أعجبته في موقعك يقوم بإضافتها للسلة. وصفحة السلة تسمى كارت بيج. كارت هي السلة، صفحة السلة. وبعد صفحة السلة تأتي صفحة أخرى وهي تشيك أوت بيج، صفحة الدفع. تشيك أوت بيج هي الصفحة التي يقوم الزائر بإدخال معلوماته، اختيار طريقة الشحن واختيار طريقة الدفع والدفع. وبعد الدفع تأتي صفحة أخرى اسمها الثانك يو بيج، وهي صفحة الشكر. كل مواقع التجارة الإلكترونية في العالم لديها نفس الفانل ولديها نفس الهدف. يجب أن تأتي بزوار، تقدم لهم المنتج في السيلز بيج. بعد تقديم المنتج يرجون أن تقوم بإضافته للسلة. بعد أن تقوم بإضافته للسلة أن تتجه لصفحة الدفع وأن تقوم بالدفع، وبعدها يتم أخذك لصفحة الشكر. مثال أمازون، أول شيء تقوم بالدخول على موقع أمازون، لديك سيلز بيج تعرض لك البرودكت، مميزاته، خاصياته. بعد أن اقتنعت به ماذا تقوم؟ تقوم بـ Add to Cart، يعني أضيفه إلى السلة. وبعد أن تضيف منتج أو اثنان أو ثلاثة حسب رغبتك تقوم بإضافتهم للسلة، تذهب إلى صفحة الدفع. بعد صفحة الدفع تقوم بالدفع، يتم توجيهك إلى، تقوم بإدخال معلوماتك وكل step by step، يعني يمكن أن يكون المعلومات فقط في حالة كنت تقوم بكاش اون ديليفري، ويمكن أن يكون المعلومات وطريقة الشحن والدفع. وبعدها تأتي الثانك يو بيج ويقوم أمازون بقول لك شكرا، تم تنفيذ طلبك بنجاح وسوف يتم إرسال السلعة التي قمت بطلبها إليك. مثال للسيلز بيج التي شرحت لك. سيلز بيج هي صفحة، سوف أريك بعد كيف تصنع متجر خاص بك في الفصل القادم وكيف تضيف منتجاتك. هنا سوف تظهر صورة المنتج، عنوان المنتج، السعر والوصف، وصف المنتج هنا يمكن أن يكون طويل لتعطي كل الديتيلز والتفاصيل الخاصة بالمنتج. بعد أن نضغط على أضف المنتج للسلة ونضغط على شراء الآن، إذن نحن الآن في الكارت بيج. هذه هي التي تسمى الكارت بيج والتي عليها نضيف كل المنتجات، يضيف الزائر كل المنتجات المهتم بها. بعد أن يضغط على دفع الآن هو في التشيك أوت بيج. بعد التشيك أوت بيج سوف ندخل تيست نيم، أي رقم هاتف، تيست سيتي. الصفحة التي نقول فيها له شكرا هذه تسمى الثانك يو بيج. هذه الصفحات هي التي سوف تجدها على كل مواقع الإي كوميرس. نفس الشيء، وهذا هو ما سوف نقوم به في كل هذه الدورة، هو أننا سوف نصنع مواقع إي كوميرس باستعمال منصة يوكان الجد بسيطة التي لا تدفع أي شيء مسبقا إلا بعد أن تبيع. هذا هو ميزة المنصة، يعني أنك سوف تبدأ بصفر دولار، لن تدفع ولا سنت. بعد أن تبيع حوالي ما يعادل 5000 دولار، حينها سوف تقوم بدفع عمولة جد بسيطة وهي 0.5%. إن لم تبيع
لن تدفع أي شيء، إن لم تربح لن تدفع، وهذا ما يجعلني أروج لهذه المنصة لأنها حقيقة فكرة جد مميزة، لأنه ليس عكس باقي المنصات، المنصات الأخرى يجب أن تدفع من الثانية الأولى عند استعمالها تكاليف شهرية، مع منصة يوكان لا توجد أي تكاليف شهرية، لا توجد أي عمولات، لا توجد أي عمولة على التطبيقات، لا يوجد أي شيء، يوجد اشتغل وإن ربحت سوف تدفع، إن لم تربح لن تدفع، يعني هكذا أنت تشتغل وأنت مرتاح. هناك مصطلح آخر يرتبط بتانك يو بيج وهو الكونفيرشن. الكونفيرشن مقصود بها الترجمة حرفية تحويلة. ماذا نقصد بالكونفيرشن؟ الكونفيرشن هي تحويل زائر إلى مشتري، وهناك أنواع من الكونفيرشن، هناك سيل كونفيرشن، ليد كونفيرشن، ريجستريشن كونفيرشن، سوف أشرح لك. سيل كونفيرشن المقصود بها تم التحويل لمشتري، يعني أن جئنا بزائر وقمنا بتحويله لمشتري. وهناك مصطلح آخر سوف تقوم بسماعه ما دمت معنا في هذا المجال، وهو CR conversion rate. الconversion rate المقصود بها هو نسبة الزوار التي جاءت للموقع وقمنا بتحويلها إلى مشترين. مثلا سوف نتكلم عن مثال، لو قلنا أن الconversion rate يساوي 3%، في هذه الحالة نقصد أن في كل 100 زائر نأتي بها للموقع 3 منهم يقومون بعملية الشراء ويصلون إلى صفحة التانك يو بيج. لو قلنا أن الكونفيرشن ريت يساوي 15%، ما هو المقصود؟ أعرف أنك تعرف الجواب. المقصود هنا أن كل 100 زائر نأتي بها للموقع 15 منهم يقومون بعملية الشراء، يصلون لصفحة التانك يو بيج، يعني أن هناك نسبة تحويل conversion تساوي 15%، 100 زائر تعطينا 15 زبون، وهي conversion rate 15%. كما ترى المصطلح جد بسيط، لما تسمع conversion rate ترى كأنه علم ساينس. جد بسيط جدا هذا المجال يا إخوان، جد بسيط، كل ما يحتاج هو القليل من التركيز والاستمرارية وسوف تصل لهدفك. هذا متجر جديد فتحناه فقط قبل أيام، كما ترى اليوم 17 طلبية، هو في الإمارات. الكونفيرشن ريت 6.61، 257 زائر اليوم. سوف نضغط يسترداي، 20 طلبية من 267 زائر، والكونفيرشن ريت 7.49. كما شرحت لك الكونفيرشن ريت هي نسبة الزوار التي قمنا بتحويلها إلى كاستمرز. سوف نقوم بالضغط على last 7 days. كما ترى هنا جاء للموقع 1509 زائر الذين قمنا بتحويلهم إلى مشترين أو أدخلوا معلوماتهم أو إلى طلبيات، لأنهم لا زالوا لم يشتروا، لا زالوا لم يدفعوا، فالدفع يكون بعد الاستلام. نسبة الذين قاموا بإدخال معلوماتهم للطلب، نسبة الطلبيات 8.22 قمنا، هي التي قمنا بتحويلها من كل الفيزيتورز الذين جاءوا للموقع. Last 30 days كما ترى 5400 فقط، 5464 زائر، وجئنا ب 613 طلبية، وهي نسبة مرتفعة حقيقة. فلدينا conversion rate 11.11، يعني أن من هؤلاء الزوار 11.11% يشترون، وفي النتيجة هي 613 طلبية. هناك نوع من الconversion كما قلت، هنالك السيل conversion أن تحول زائر لمشتري، وهناك الليد conversion. ليد وهو المقصود به هو أناس مهتمين بالخدمة التي تقدمها، فأنت تقوم بإعطائهم معلومات عن طريق الخدمة التي تقدم في السكويز بيج، وتطلب منهم الاشتراك عن طريق إدخال مثلا اسمهم، بريدهم الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، لا أعرف، المهم يمكن أن تطلب ما تريد من المعلومات حسب نشاطك. سكويز بيج مباشرة تذهب إلى التانك يو بيج، صفحة الشكر، وفي هذه الحالة نسميها ليد كونفيرشن، يعني تم التحويل
لمشترك، يعني أن مباشرة تم تحويل الزائر لمشترك. نفس القضية لو قلنا conversion rate، هنا conversion rate الخاصة بالليد conversion قلنا 3%، يعني أن كل 100 زائر نأتي به إلى squeeze page صفحة جمع المعلومات 3% هي التي تدخل معلوماتها وتصل لصفحة thank you page التي نقول لها شكرا على إدخال معلوماتكم وسوف يتم الاتصال بكم لاحقا أو سوف يتم إرسال إليكم ما قمتم بالتسجيل من أجله. هناك مصطلحان سوف تقوم بسماعهم عند شراء الإعلان من أي شبكة إعلانية، وهو CPC وCPM. CPC وهو المقصود به هو تكلفة النقرة، يعني أنك تدفع مقابل النقرة cost per click، يعني هي التكلفة مقابل النقرة، يعني أنك تتفق مع شركة حتى لو كانت تبيع بCPM بعدها يمكن أن ترى تكلفة كم كانت تكلفك النقرة على إعلانك والمجيء بكل زائر. وهناك CPM cost per mile، يعني هي تكلفة 1000 ظهور، يعني كل مرة يظهر إعلانك للناس 1000 مرة تقوم بالدفع. ومثلا فيسبوك يقوم ببيع إعلاناته مقابل CPM، يوتيوب كذلك، جوجل آدز مقابل CPC، سناب شات آدز حتى مقابل CPC، CPA سوف نتكلم عليه فيما بعد مقابل CPM، كل الخاصيات متوفرة. كل الشبكات الإعلانية توفر CPC CPM، يعني في المستقبل لما تسمع كلمة CPC يعني هي cost per click، يعني هو الثمن الذي تقوم بدفعه مقابل النقرة، النقرة على إعلانك سواء كان banner ad أو video ad للمجيء بزائر إلى موقعك. كل مرة الثمن هو CPC، هو الثمن الذي تدفع كل مرة يضغط زائر على إعلانك ليأتي إلى الموقع الخاص بك. CPM سواء ضغط أو لم يضغط تلك يعني حسب إعلانك، هم سوف يقومون بإظهار الإعلان لألف شخص وتقوم بدفع الثمن مقابل كل 1000 شخص يشاهد إعلانك. ضغط لم يضغط تلك مسؤوليتك حسب إعلانك، إن كان مميز ومثير وجذاب سوف يقوم بجلب أناس، إن لم يكن مهم للناس التي تظهر أمامها لن يضغطوا عليه، مستحيل أن لا يضغطوا عليه، سيضغطوا عليه ولكن نسبة الضغط ستكون ضعيفة. قلنا ماذا؟ قلنا نسبة الضغط. نسبة الضغط كذلك مصطلح يسمى CTR. CTR وهو Click Through Rate، وهي النسبة التي قاموا بالضغط على الإعلان. هذا المصطلح نستعمله في مجال الإعلانات سواء Banner Ad، Video Ad، سواء Landing Page. مثلا لو قمنا باستعماله في Banner Ad قلنا أن CTR 3%، يعني أن كل مرة يتم عرض إعلانك لمئة شخص 3 يقومون بالضغط. لو قلنا 0.3% CTR يساوي 0.3، يعني كل مرة يقوم إعلانك بالظهور 1000 شخص هناك 3 يضغطون على إعلانك. مصطلح CTR وهو نسبة الضغط، نسبة الناس التي قامت بالضغط، كذلك نستعمله في لاندينج بيج. فما هو الهدف من لاندينج بيج؟ هو تقديم المنتج أكثر، إعطاء وجهة نظر، جعل الناس متحفزين لشراء المنتج. نأتي بالزوار للاندينج بيج ولكن هدفنا هو أن نقوم بالوصول بهم إلى سيلز بيج. فهذه النسبة التي تذهب من لاندينج بيج وتقوم بالضغط على الرابط لتتجه للسيلز بيج بعد أن أقنعناها بالتقديم الذي قمنا به، كذلك نقوم باستعمال مصطلح CTR. لو قلنا مثال CTR في لاندينج بيج يساوي 6%، يعني أن كل 100 زائر يأتون لللاندينج بيج 6 منهم يقومون بالذهاب بالاقتناع والوصول إلى السيلز بيج. لو قلنا أن CTR في هذه الصفحة لاندينج بيج 22%، فالمقصود ساعتها هو أن كل 100 زائر نأتي بها إلى هنا لللاندينج بيج 22% منهم يقتنعون ويتجهون للسيلز بيج. هذا هو CTR بكل بساطة، يعني المصطلحات كما ترى ليست بمصطلحات معقدة. أتمنى أن تقوم بتسجيل مصطلح تلو الآخر في صفحة عندك وتقوم بمراجعتها. أخي اعتبر نفسك في المدرسة.
فصراحة هذه المصطلحات شخصيا كنت أدور عليها واحدا تلو الآخر في جوجل، وكنت أدرس شخصيا. هذا الفيديو سوف يجمع لك ما يفوق 90% من المصطلحات التي يتم استعمالها في مجال التجارة الإلكترونية خاصة ومجال التسويق على الانترنت، انترنت ماركتينج. هناك مصطلح سوف تقوم بسماعه في ما دمت معنا في هذا المجال، الريفر. هذا مصطلح جد متقدم، قليلا ما سوف تسمعه. الريفر المقصود به هو من أين جاء الزائر. لما نقول الريفر فيسبوك يعني أن الزائر جاء من فيسبوك. لما نقول أن الريفر جوجل يعني أن الزائر جاء من جوجل. لما نقول أن الريفر جاء من محركات بحث ياهو يعني فإن الزائر جاء من محركات بحث ياهو، وسوف أشارك معك هنا مثال. هذا هو تقرير الريفيرال، يعني من أين جاء الزوار أو الريفر كما قلت لك. كما ترى هنا لدينا إحصائيات آخر 7 أيام، وهذه هي المواقع التي أرسلت لنا الزوار. كما ترى هذا الموقع أرسل لنا 9000، هذا الموقع قام بإرسال 2900، وكل الداتا أمامك، وكم الناس التي جاءت من هنا قضت 10 ثواني في الموقع. وهذا يدل أن الناس تأتي وغير مهتمة. الناس التي أتت من جوجل آد قضت 7 دقائق، الناس التي أتت من هنا 7 ثواني، الناس التي أتت من جيميل 13 دقيقة، والداتا كلها أمامك. وهناك مصطلح جد مهم وهو الباونس ريت. الباونس ريت شخصيا لا أحبه. الباونس ريت وهو نسبة الناس الغير مهتمة بموقعك، وناس قمت بشرائها ودفع ثمن مقابل الإعلان ووصلوا إلى موقعك وقاموا بإقفال الموقع أو الرجوع أو المهم خرجوا من الموقع. هذه النسبة تسمى الباونس ريت، وهي نسبة الناس التي لم يعجب موقعك، لم تهتم به، لم تقوم بأي شيء في الموقع الخاص بك. مثلا لو قلنا أن الباونس ريت يساوي 22% في الموقع الخاص بك، فنحن نقصد أن 22% من الزوار التي تأتي بها للموقع الخاص بك يقومون للأسف بإقفال الموقع، وهذا جد عادي. أكبر خطأ يمكن أن تقوم به هو أن تحاول أن تجعل كل الناس يقتنعون بما تقدم، وتجعل كل الناس يقومون بشراء منتجك. لا توجد أي شركة تقوم بهذا في العالم. التي قمت بمشاركتها معك سابقا وهي أداة جوجل أناليتكس، يمكن أن نعرف نسبة الباونس ريت عندنا في الموقع. كما ترى هنا 24.55 في آخر 7 أيام، وأي ربع الناس التي تأتي للموقع غير مهتمة ولا تقوم بأي أكشن وتقوم بإقفال الموقع مباشرة بعد الدخول إليه. لنشاهد النسبة في آخر 30 يوم ستكون نفس الشيء، لن يكون هناك أي فارق، لن يكون هناك فارق كبير، 24.61 كما تشاهد أخي. هناك مصطلح آخر ما دمنا نتكلم عن الزوار. الزوار التي توجد سواء على سيلز بيج، كارت بيج، تشيك اوت بيج، كل الزوار التي توجد في الموقع عندك هناك حركة، حركة الزوار. حركة الزوار نسميها ترافيك. المصطلح ترافيك، وات از ترافيك، ما هو ترافيك؟ المصطلح يبدو مرعب، خصوصا ان ترافيك يرتبط بمجال المخدرات، مجالات ثانية، مجال يعني ان التزوير، مجال ترافيك المقصود به هو الحركة. كذلك المصطلح يتم استعماله في حركة الشوارع. مثلا نقول الترافيك عالي اليوم في الشارع الفلاني، هناك ضغط ترافيك في الشارع الفلاني. فكذلك كل الحركة التي عندك في الموقع تسمى ترافيك. والترافيك نوعان، هناك البيد ترافيك وهو الذي نقوم بشرائه، نقوم بالدفع مقابله، يعني هذا الترافيك، هذه الحركة التي عندنا في الموقع جاءت من paid يعني دفعنا، paid يعني مدفوع، paid traffic. paid traffic هو traffic دفعنا مقابلة، دفعنا للشبكات الإعلانية لكي نأتي به. وهناك free traffic. free يعني مجاني. free traffic مثلا قمت بوضع تعليق في أحد المنتديات ووضعت، كان شخص يسأل عن منتج، أرجوكم انصحوني لمنتج لتساقط الشعر مثلي، وانت كنت تبيع منتج لتساقط الشعر وذهبت للمنتدى ووضعته، قلت له انصحك بهذا المنتج، وقمت بوضع المنتج الخاص بك، فانت لم تدفع مقابل الزائر في هذه الحاله، يسمى الفري ترافيك. او وضعت فيديو على يوتيوب
تقديم للمنتج وشرح للمنتج، والناس أعجبها المنتج عن طريق وجوده بالمجان في فيديوهات يوتيوب وجاءت لموقعك. أنت لم تدفع شيء في هذه الحالة، في هذه الحالة يسمى free traffic. وما دمنا نتحدث عن traffic فإننا نتحدث عن visitors، هم الذين يقومون بالترافيك. وهناك مصطلح يسمى ب audience، الجمهور. فإننا لما نذهب لشراء إعلان سواء من فيسبوك، يوتيوب، جوجل، سناب شات، نقوم باستهداف جمهور معين. الاستهداف يمكن أن يكون بالسن، فمثلا لو كنت شخصيا أبيع منتج للناس كبيرة في السن، التجاعيد التي تكون تحت العين، فلماذا سوف أستهدف شخص عنده 18 سنة، 22، 25؟ أكيد لا يعاني من هذا المشكل. هذا المشكل يأتي عن طريق التقدم في السن. سوف أذهب وسوف أقوم بطلب الشبكات الإعلانية أني أريد زوار سنهم 45 سنة مثلا أو ما فوق، هم الذين يعانون من هذا المشكل. أو هنا الجايو نقصد بها هي جيو لوكاليزيشن، فيمكن أن نقوم بطلب إعلان في دولة معينة. مثلا أنا شخص أقوم ببيع المنتجات فقط في مصر، فلماذا سوف يظهر إعلاني في كل الدول؟ لا، ساعتها سوف أقوم بطلب أودينس يكون فقط من مصر. مثلا لو عندك مطعم أو تقدم أي خدمة في مدينة معينة، في حي معين، يمكن طلب ذلك، أن تقوم بطلب إعلاني أريده أن يظهر فقط في الدولة الفلانية، في المدينة الفلانية، مع فيسبوك. وهناك شبكات أخرى يمكن حتى أن تحدد المنطقة، مثلا فقط في هذه المنطقة. وهناك لما نتكلم عن سكس، أي الجنس، ذكر أو أنثى، فمثلا لو كنت تقدم منتج فقط للنساء، فلماذا سوف يظهر للرجال؟ حينها سوف تكون فقط تخسر المال في الإعلانات. فمثلا لو كنت تقوم ببيع منتج للنساء، ساعتها سوف تختار أن الإعلان يظهر فقط للجنس نساء ولن يظهر للذكور. بالمناسبة يمكن بيع منتجات الذكور للإناث، ويمكن بيع منتجات الإناث للذكور بطريقة ذكية. مثلا كان عندنا ساعات للرجال، كنا نبيعها أحسن هدية يمكن أن تقدم لزوجك، وكان إعلان خاص بساعات الرجال يظهر للنساء. نفس الشيء مع الرجال، كنا نظهر لهم إعلان لساعات النساء، وكنا نقول لهم أحسن هدية يمكن شراؤها لزوجتك، وكانت نسبة الشراء عالية جدا. وما دمنا نتكلم عن الأودينس، الجمهور، وإلا فهناك behaviors. behaviors وهي السلوكيات، كيف يتصرفون. نعم، الشبكات الإعلانية تجمع عليك، فيسبوك، يوتيوب، جوجل، كلهم يجمعون عليك الكثير من الداتا، الكثير من المعلومات ليعرفوا عليك حقيقة، ربما ليس ربما، متأكد يعرفون علي وعليك أكثر من والدي. البيهيفيورز وهي السلوكيات. مثلا سوف نذهب إلى فيسبوك ونقول له نريد إعلان، ممكن أن نقوم بتحديد الفاميلي والريليشنشيب. مثلا نريد هذا الإعلان أن يظهر للناس المتزوجين فقط، أو الناس الذين أقاموا الخطوبة فقط قبل شهر، ذلك يمكن. لو كان عندك خدمة تقدمها للناس الذين قاموا بالخطوبة، مثلا لو فكرت في الزواج اتصل علينا، أو نقوم بخدمة تقديم خدمة ملابس العرس، يمكن أن تقوم ببيع هذه الخدمة. وساعتها سوف تذهب إلى فيسبوك وسوف تظهر فيه إعلانك، وسوف تقوم باستهداف السن الذي تريد، في المنطقة التي تقدم فيها الخدمة، في المدينة، في المدينة. وبعدها سوف تقوم باختيار الناس الذين أقاموا الخطوبة عما قريب، أكيد سوف يتزوجون، قدم خدمتك. موبايل، مثلا يمكن أن تقوم باختيار نوع الموبايل الذي يستعملون، هل تريد أن تظهر إعلانك فقط للناس التي تستعمل آيفون، بل وأكثر من هذا، تختار مثلا آيفون 11 أو آيفون 11 وال 11 برو فقط، لا تريد إعلانك أن يظهر لأي شخص ثاني. فأكيد شخص اشترى آيفون 11 الآن بعد إصداره أو آخر إصدار من الآيفون، شخص معه مال نسبيا، هناك ناس تحب التظاهر،
جيد يمكن استغلالها حتى أن يشتري منتجاتك الأخرى. الناس التي تحب التظاهر وناس تشتري، وأحسن شيء أن تظهر لهم منتجاتك كذلك ليشتروها. فلما لا، لما لا بيع منتجاتك أنت كذلك. ويمكن أن تظهر فقط أن تختار سامسونج ونوع سامسونج، يمكن أن تختار إكزاكتلي بالضبط الموبايل ونوع الموبايل الذي تريد الظهور فيه، يمكن ذلك. مثلا تظهر للناس التي فقط تذهب للجيم، الناس التي تمارس فقط اليوغا، يمكن اختيار ذلك. مثلا تريد إعلانك أن يظهر فقط للناس التي تقوم باليوغا، يمكن ذلك. هناك مصطلح نقوم باستعماله وسوف نستعمله في الدورة هو سكيب كارت. كما قلنا الهدف هو أن نأتي بالزائر وبعد للسيلز بيج، وبعد أن نأخذه إلى الكارت بيج إلى صفحة السلة، يضع المنتج في السلة وبعدها يتجه لصفحة الدفع وبعدها تانك يو بيج. هناك حالات نقوم ببيع منتج واحد وهدفنا أن نجعل الشخص يركز على هذا المنتج ويشتري هذا المنتج. في هذه الحالة نقوم بأخذه من صفحة المبيعات لصفحة الدفع. لا 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 تحتاج لأخذه للكارت بيج، لا نريد أن يفقد تركيزه. نسبة التحويل الكونفرشن ريت في هذه الحالة تكون رهيبة. لن أقول نسبة التحويل، نسبة الكونفرشن ريت، سوف نبدأ في استعمال المصطلحات. الكونفرشن ريت في هذه الحالة تكون رهيبة. سكيب كارت نقصد بها تخطي الكارت، يعني نريد أن نتخطى الكارت، لسنا في حاجة إليها، نريد أخذ الزائر مباشرة من السيلز بيج إلى تشيك أوت بيج، تسمى سكيب كارت، لا نريد استعمال الكارت. والآن سوف نتطرق لآخر مصطلحان في مجال التجارة الإلكترونية وهما الكاش أون ديليفري، الدفع عند الاستلام، والدروب شيبين، والفرق بينهما. الكاش أون ديليفري يعني هو الدفع عند الاستلام، يعني أنت معك منتج، هناك شخص قام بطلب المنتج عن طريق موقعك في منصة يوكان، قام بطلب المنتج، أنت تقوم بإعطاء المنتج لشركة الشحن سواء في المغرب أمانة، في عمان البريد العماني، في مصر نقوم باستعمال آراميكس، والعديد من الدول توجد بها آراميكس، وتقوم بإرساله للمشتري. المشتري يقوم بدفع كاش، يعني يقوم بدفع المال كاش إلى الشركة، شركة أمانة تقوم باستقبال الكاش وبعدها تقوم بوضعه في حسابك البنكي، وأنت بعدها تأتي وتأخذ الكاش من حسابك البنكي. نفس الشيء مع آراميكس في مصر، نشتغل معها في مصر، يوميا يأتون عندنا لأن كمية الطلبات كبيرة. لما سوف تكون عندك كمية طلبات كبيرة لن تحتاج لأن تذهب إليهم كل يوم، هم من سيأتون عندك لأخذ الطلبات يوميا، يأتون لأخذ الطلبات. لما سوف تكون معك طلبات قليلة أنت من ستذهب إليه، سوف تقوم بإعطائهم طلبات يوميا، نعطيهم طلبات يأتون لأخذها، نعطيهم إياها، يأخذونها للزبناء. بعد أن يأخذوها للزبناء، الزبناء يقومون بدفع المبلغ كاش، وبعدها آراميكس تضع المال في حسابنا البنكي كل أسبوع، وساعتها الكاش هو بحوزتنا ما دام في الحساب البنكي. We have access، يعني عندنا الأكسس للحساب البنكي، وعندنا الأكسس للمال الذي تم وضعه في الحساب. نفس الشيء في تايلند، نقوم باستعمال كيري، كيري إحدى شركات الشحن. في عمان نستعمل البريد العماني، كل دولة يميزها، هناك شركة مميزة، يجب فقط تجربة الشركات. ابدأ بطلبات، اعطي 10 طلبات لكل شركة وانتظر النتيجة في آخر الأسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر سوف تعرف من هي الشركة المميزة، قم بالاشتغال معها. فقط لا تعطي طلبيتك كلها لشركة واحدة، نصيحة. حتى لما أقول نشتغل مع آراميكس، ليس آراميكس وحدها، آراميكس تأخذ أغلبية الطلبات ولكن ليس كلها. دائما لا تعتمد على شركة واحدة، دائما لا تعتمد على مصدر واحد، ففي يوم من الأيام ممكن المصدر هذا أن يتضرر وتتوقف تجارته. اترك العلاقة جيدة مع الكل، فحتى الشركات الأخرى قم باستعمالها وإعطائها حتى لو طلبات قليلة. في يوم من الأيام لو شريكك الرئيسي أو الشركة الرئيسية التي تقوم بالشحن إليك حدث فيها مشكل، عندك علاقة يوميا تقوم بإنمائها مع الشركات الثانية، وجاء الوقت لاستعمالها ستحول طلباتك كلها على الشركة الثانية. الدروب شيبين،
الدروب شيبينج الفرق ما بينه وبين الكاش اون ديليفري هنا معك المنتج. في هذه الحالة ليس عندك منتج وليس معك ستوك، أنت فقط تقوم بأخذ المنتج ووضعه في متجرك على يوكان وعرضه، هو ليس معك، فقط ما معك هو الصور وخصائص المنتج وما الذي يميزه. تقوم بعرضه على المنتج، تقوم عرضه على المتجر، بعد عرضه على المتجر تقوم بالإعلان عند الشبكات الإعلانية لتظهر إعلانك للناس. بعد أن يظهر إعلانك للناس، إعلان المنتج، المنتج ليس معك، بعدها يأتي الزوار ومنهم من يقوم بالدفع، وبعد الدفع سوف تتوصل بمالك عن طريق باي بال أو سترايب. هذه هي الخصائص التي توفرها منصة يوكان، يمكن الناس أن تدفع عن طريق باي بال الخاص بك، أن تضع المال في باي بال الخاص بك أو عن طريق سترايب الخاص بك. ساعتها أنت ما الذي تقوم به؟ هذا هو الدروب شيبين، أنت ترسل ريكويست، ترسل ريكويست للسوبلاير في الصين أو في أمريكا أو في دولة تانية، مزود السلعة، مزود السلعة في أي دولة لا تعتبر الصين، مزود السلعة تقوم بإرسال ريكويست إليه وتقوم بالدفع إليه، ومن السوبلاير يتجه المنتج ديركتلي على المشتري. ليس عندك منتج، المنتج فقط قمت بعرضه وهناك شخص قام بطلبه، وحتى أعطيك فقط مثلا هنا الشخص، أنت دفعت $10 مقابل المبيعة لشركة الإعلانات، وجاء الشخص واشترى ودفع $30 وأنت اشتريت المنتج $10، والسوبلاير قام بإرسال المنتج للزائر للمشتري فالباقي معك $10، لهذا وضعت هنا الزائر دفع ثلاث مرات، أنت دفعت الثلث من هذا لشركة الإعلانات حتى تأتي بالمشتري ودفعت الثلث لهذا. هو الدروب شيبين، لن تكون بطبيعة الحال رابحا دائما، هناك احتمال الخسارة. صراحة هناك فرصة كبيرة في الدروب شيبين والكاش اون ديليفري، حقيقة أنا من خلال تجربتي أنصح بالكاش اون ديليفري. هناك عندي الكثير من الأصدقاء يقومون بعملية الدروب شيبين، صراحة ما لا يعجبني في الدروب شيبين هو المنافسة العالية جدا، والمشكلة الثانية هي أن لما ترى المدخيل فهي كبيرة جدا، ولكن لما تأتي للربح الصافي تجده ليس بكبير. هذا للأسف ما لا يعجبني في الدروب شيبين. والشخصيات التي تحقق أرقام مثل $300,000 في اليوم، لدي صديق في البلاك فرايدي حقق $800,000 في اليوم، لم يكن الربح الصافي منها لا يكمل حتى $1,000. تخيل معي هذه الشخص، هذا ما الذي يقوم به؟ يقوم ببيع كورسات ودورات ويري للناس تفضل قمت ب $800,000 في يوم واحد. الناس لا تعرف كم صرف في الإعلانات، كم صرف في المنتجات، الناس تنبهر، ولكن الصورة الحقيقية لا يتم مشاركتها. الناس التي تقوم بالدروب شيبين تريك صورها ولكن لا تريك كم خسرت في المنتجات وكم خسرت في الإعلانات، وعموما المداخيل تكون كبيرة جدا والربح يكون عكس الكاش اون ديليفري. من نهاية 2015 وخصوصا 2016 ركزت جدا في الكاش اون ديليفري، حققت ملايين الدولارات من الكاش اون ديليفري. ليس هناك منافسة، هنا يمكن أن تأتي بالكوست بير سيل عالي جدا في الكاش اون ديليفري في دول العالم الثالث، أنصحك بدول آسيا، دول إفريقيا. الكوست بير سيل، الثمن الذي سوف تأتي به بمبيع عن طريق الشبكات الإعلانية، رخيص جدا، ليس هناك منافسة. الفرق ما بين هنا وهنا، هنا يجب أن تشتري المنتج أولا وأن يكون معك لتقوم بشحنه للمشتري، هنا المنتج ليس معك وتقوم السوبلاير لما تدفع له يقوم بشحنه للمشتري. وهذا هو الفرق ما بين الدروب شيبين. لما تسمع الدروب شيبين أنت الآن تعرف ما هو الدروب شيبين، ولما تسمع كاش اون ديليفري الدفع عند الاستلام أنت الآن فاهم ومستوعب لما هو الكاش اون ديليفري. لو شاهدت الفيديو هذا من أوله إلى آخره وأخذت كل المصطلحات مبروك عليك، هناك فرق كبير ما بين بدايتك للفيديو ونهايتك لهذا الفيديو. أتمنى أن تضع لايك، لا تنسى الاشتراك في القناة،
متأكد أنك لو شاهدت الفيديو من بدايته إلى نهايته هناك فرق كبير سوف يحدث في شخصيتك، سوف تستوعب كل ما يحدث الآن في المجال، إنك صرت قادرا على فهم كل المصطلحات، تقريبا أكثر من 90% من المصطلحات التي يتم استعمالها في مجال التسويق على الأنترنت، أنترنت ماركتينج والتجارة الإلكترونية إي كوميرس. صرت عارفا ما هو الدروب شيبين وما هو الكاش أون ديليفري والفرق بينهما. في الفصل القادم سوف نتحدث عن وسائل الدفع، كيف يمكنك الدفع، كيف يمكنك الاستقبال، كيف يتم تسيير وإدارة المال في الأنترنت، كيف يتم استقبال المال، وسائل الدفع، وسائل الاستقبال. الفصل الذي بعده سوف أتحدث إليك على المايندسيت. إن كنت تريد أن تنجح في هذا المجال هناك طريقة تفكير يجب أن تتبناها. بعدها سوف نمر إلى كيف تصنع متجر خاص بك وتجعله مميز وتجعل أكثرية الزوار الذين يدخلون إليه يشترون بنسبة كبيرة أكثر من ما يوجد في المنصات الثانية. بعدها سوف نتحدث عن كيفية اختيار المنتج في الفصول القادمة وكيف تروج له، وسوف نبدأ من البداية إلى النهاية. سوف نصنع إعلان خطوة بخطوة في فيسبوك آس والشبكات الأخرى، وسوف نضع أمامكم إعلان لمنتج لحد أن نبدأ في جلب المبيعات. الهدف من هذه الدورة هو أن أبدأك معك من مستوى أقل من الصفر، حتى إن لم تكن معك دراية لهذا المجال والمصطلحات وأي شيء وأي خبرة في مجال التجارة الإلكترونية وليس لديك أي دراية في مجال المعلومات، وأن أخذك إلى مستوى جد متقدم وأن تصير قادرا على أن تحقق مبيعات في مجال التجارة الإلكترونية. تابع معنا وإن شاء الله إن أعدك إن تابعت الفيديوهات كلها سوف تبدأ في تحقيق المبيعات، والمبيعات هي التي سوف تخلق الفرق في حياتك. بالتوفيق.